قد أخذ الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي، وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم: إذا أمن الإمام فأمنوا. فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين أشرع أن معه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في أنواع. ومنهم من يذهب إلى أن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له، فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه، ومن كان بعيدا عنه تأخر عنه وعقب بتأميني على تأميني. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في مرعة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمن، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وسترة الحقيقة. وهذا الشرط مفقود هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور. إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص إلى ذات بذات الحقيقة إلى المجاز، لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، هو على وزان قوله: إذا كبر الإمام فكبروا، وعلى وزان قوله: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول
إنما هو بعد فراغ الإيمان مما أمر به من القول. فلا ينبغي على هذا الحديث أن يكون المقتدي مع الإيمان الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإيمان فيشرع هو على الفور بتكبيره. كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها، وإنما متابعته. وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله: إنما جعل الإمام يؤتم به، أي ليقتدى به. فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به، إنما هو اقتران معه. وهكذا كل الأركان. وهكذا أخيرا قولك معه إمام آمين ليس اقتداء به، وإنما مقامرة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنه، قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا، ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر، إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد فراغ الإمام تأمينه، وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني.